لا ندري متى نرحل من الناس وهو يلعب مع أطفاله مات من الناس من هو يجري في الحياة مات كيف هؤلاء الناس يفكرون الذين يجلسوا في المقاهي ويجلسوا على أبواب البيوت وهم يهتكون أعراض الناس ويتكلمون في أعراض الناس لا ندري أيها الناس متى سنموت ومتى سنرحل ومتى سنغادر الحياة والله والله ما كاد يمر يوم من أيامنا إلا نودع فيه فلان أو أقف على قبر فلان مودعا وواعظا إلا فلان كيف مات والله يا شيخ والله ما كان في شيء والله يا شيخ أقسم لك أنه ما كان فيه مرض من الناس من يدخل المستشفى في مرض بسيط فيموت نحن لا نعلم أقدارنا فكيف لنا أن نظلم وأن نبطش نحن لا نعرف أقدارنا عند الله ولا متى رحيلنا من الدنيا فكيف تجرأنا على الناس كيف تجرأنا على هتك أعراض الناس أيها الكرام شمس الدنيا ستغرب عما قريب والكيس والله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ستموت وحدك وستدفن وحدك وسترحل وحدك وستقف أمام الله وحدك لا تظن أن محامي دفاع سيدافع عنك لو دفعت مال الدنيا كله لن يدافع عنك إلا عملك ولا تعتقد لا تعتقد أنه بأعمالك ستبلغ جنة عرضها السماوات والأرض وأنت هتكت عرض فلان وتكلمت عن فلان واغتبت فلان وتكلمت عن فلان ما ليس فيه إياك أن يأتيك يوم تريد أن تطبع على جبين أمك قبلة اعتبار فلا تستطيع وأيضا في الدنيا إياك أن يأتي يوم تريد أن تضع قبلة اعتبار على من ظلمته أو على من هتكت عرضه أو على من اغتبته أو على من تكلمت في ظهره وطعنته إياك أن يأتي يوم فتراه موسدا ميتا فلا تستطيع أن تضع قبلة اعتذار صفوا حساباتكم في الدنيا ويل لكل همزة لمزة قال ربنا جل في علاه ويل هذا الويل أيها الكرام واد يسيل صديد من أهل جهنم وقيحهم همزة لكل مغتاب لمزة لكل من طعن الناس وتكلم في أعراضهم يأتي يوم القيامة العبد فيعرض كتابه أمامه فيرى أن في كتابه زنا وشرب للخمر يرى أن في كتابه سرقة وكذب يجد أن في كتابه عقوق والدين يجد أن في كتابه من السيئات ما لا يعلمها فيعود إلى الله جل في علا فيقول يا رب من أين لي هذا يا رب ما زنيت يا رب ما شربت الخمر يا رب ما سرقت يا رب ما كذبت يا رب ما عققت والدي يا رب ما فعلت هذا أنا وإذا به يرى أن من اغتابه واتهمه بالزنا وبالسرقة وبشرب الخمر أن من طعنه في الظهر يتقلب في نعيم حسناته وهو يؤمر به إلى النار يتقلب هؤلاء يتقلب من زنى ومن شرب الخمر ومن سرق هؤلاء كلهم يتقلبون في حسناته وهو الذي صلى وصام وقام وفعل من الحسنات ما فعل يؤمر به إلى النار فاحذروا أيها الناس فاحذروا أيها الناس وتسامحوا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون تسامحوا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذا كان لك عند أخيك مظلمة إذا كان عند أخيك خطأ أو غيبة أو نميمة اطلب السماح قبل الرحيل اليوم نسمع فلان كيف مات فلان ما ذهب إلى المستشفى فلان ما زار المستشفى
المستشفى يوما واحدا لكنه مات. هذا نوح ذكر القرآن أنه عاش 950 عام قضاها في الدعوة إلى الله، وما بعد هذا العمر يزيد. لما جاء ملك الموت إلى نوح قال: كيف وجدت الدنيا يا من غرتهم الدنيا، يا من غرهم طول الأمل، يا من غرتهم المعاصي والشهوات والذنوب؟ اسمع يا عبد الله، مئات السنوات عاشها نوح، ليس 20 سنة ولا 30 ولا 50 ولا 60 ولا 100، هذه المئات من السنوات عاشها. يسأل نوح بعدها: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كأنني دخلت بيت له بابان، كأنني دخلت بيت له بابان، فدخلت من الباب الأول وجلست في وسط البيت قليلا، ثم خرجت من الباب الآخر. وهكذا تمضي الحياة، فإن لم تدرك الحياة لن تدركك بعدها، إن لم تدرك الحياة الآن لن تدركك الحياة بعدها. كم من الناس تمنوا أعمار، كم من الناس تمنوا أموال، كم من الناس تمنوا من الدنيا ما تمنوا، لكن أين هم الآن؟ أو ما ننظر إلى هذه النفس؟ أو ما ننظر إلى هذا الجسد؟ قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله. أين أقامنا الله في هذه الدنيا؟ هل أقامنا الله لجمع المال؟ هل أقامنا الله للشهوات؟ هل أقامنا الله للذنوب وللمعاصي؟ أم أن الله أقامنا على طاعته؟ أم أن الله أقامنا على الصلوات؟ أم أن الله أقامنا على الصيام والخلوات مع الله، في ذكر الله، في قيام الليل؟ أرضا في دنيا المذنبين لها أربعة حدود، مهما تطاولنا، مهما قصرنا، مهما طالت أعمارنا في الدنيا، ليس لنا إلا أربعة حدود لا نستطيع أن نتعداها ولن نتعداها. هي حدودنا في الدنيا، وغدا سنتعداها ونصل إلى الله. أما الحد الأول فهو إلى الموت، القبر أيها السادة، القبر أيها الكرام، الذي مهما اتسعت لك الدنيا مالا، مهما اتسعت لك الدنيا ذنوبا وشهوات، سيضيق عليك هذا المتر ونصف متر، ستضيق عليك هذه الحفرة المظلمة، فمن الذي يحملك على كتفيه؟ إنه أبوك، إنه صاحبك، إنه خليلك، إنه جارك، إنه قريبك. ثم يهين عليك التراب، ثم يعود، ثم ينظر الله إليك. أو ما تسمع قرع نعالهم؟ ستسمع دوي نعالهم وهم يعودون إلى الدنيا، وهم يعودون إلى الشهوات، ستسمع قرع نعالهم، سيعودون إلى موقف أنت كنت فيه قبل نصف ساعة، سيعودون إلى موطن أنت كنت فيه قبل نصف ساعة. يناديك الله: عبدي، ذهبوا وتركوك وفي القبر وضعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، ولم يبقى معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. حينها والله سيمر أمام عينيك صوت أذان الفجر الذي سمعته ولم تلبيه، حينها سيمر أمام عينيك صوت أمك وهي تناديك وأنت تعقها، حينها والله سيمر أمام عينيك أختك التي ظلمتها في حق الميراث، حينها والله سيمر أمام عينيك اليتامى الذين ظلمتهم وأكلت حقهم، حينها والله سيمر أمام عينيك تلك الصلوات التي تركتها، حينها والله
سيمر أمام عينيك رحمك الذي قطعته. حينها والله سيمر أمام عينيك تلك الخلوات التي كنت تختلي بها بعيدا عن أعين الناس وتغضب بها قيوم السماوات والأراضين. حينها والله ستتذكر كل موقف اغتبت فيه فلان وذكرت سوءة فلان وتجرأت على عرض فلان. لن تنسى هذا أبدا، والله لن تنسى تلك المشاهد وستتذكرها، ستنسى اسمك وستتذكر تلك المواقف. لما لا نتذكرها الآن ونحن أحياء؟ لما لا نراجع أنفسنا الآن ونحن أحياء؟